تحت عنوان حرمة الربا، نظم مركز الاقتصاد الإسلامي بجامعة دار العلوم بمدينة كراتشي الباكستانية وبرئاسة المفتي الشيخ محمد تقي العثماني ندوة تاريخية بهدف إعطاء دفعة قوية وحاسمة لإلغاء الربا من اقتصاد باكستان. ويحضر الندوة صفة من علماء جميع المدارس الفكرية والأطياف والأحزاب السياسية والدينية ورجال الحكومة ورموز الاقتصاد والتجارة، تعطى دفعة قوية وذلك بالتعاون مع الاتحاد الباكستاني لغرف التجارة والصناعة. تأتي هذه الندوة للإشادة بقرار المحكمة الشرعية الفيدرالية لإلغاء نظام الربا وبإعلان وزير الاقتصاد الباكستاني الحالي الذي أظهر فيه عزم الحكومة على التخلص من آفة الربا وسحب دعاوى الاستئناف الحكومية ضد هذا القرار. مشاهدينا الكرام، حول هذا الموضوع نرحب بضيفنا ينضم إلينا عبر سكايب السيد محمد إبراهيم الطوخي الكاتب الباكستاني. سيد إبراهيم، السلام عليكم وتحية لك. وعليكم السلام ورحمة الله، تحية بكم وبمشاهدينا الكرام. تحية لك سيد الطوخي. إذا فيما يتعلق بمحاربة الربا، ما هي خلفية هذه الندوة ومن قام بها؟ وكيف اتفق العلماء من جميع المدارس الفكرية والحكومة ويعني اتفاق على كلمة واحدة فيما يتعلق بمحاربة الربا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير وعلى رسول الله. أما بعد، فأصلا كما تعرفون بأن هناك الجهود ضد النظام وضد البنوكية الربوية في باكستان هي جارية وصارية منذ 1973 أو قبل ذلك. فهناك الدستور المنظم في باكستان ل 1973 قد قرر بأن النظام الربوي أو البنوكية الربوية هي سوف تلغى من باكستان، وأن هذا النظام نظام تأتي البلاء والآفة وليس فيها خير وليس فيها بركة. فلكن هذا إلغاء هذا النظام ونهاية هذا النظام أو إنهاؤه ما كان سهل. حتى هناك في 1991 قد قررت هناك المحكمة الشرعية الفيدرالية في باكستان بأن الربا سوف تكون خارجة أو نظام المعاشية، النظام الاقتصادي سيكون خاليا عن الربا وعن الأمور الربوية، والبنوكية هي تكون اللا ربوية. ثم كذلك استؤنف ذاك القرار، وحتى كما تعرفون بأن في 1900 بأن الآن في رمضان في السنة الماضية في 1200 قرر مرة أخرى الشرعية الفيدرالية في أخي أستاذ إبراهيم الطوخي، الصوت لا يصل، أرجو لو تستغني عن ربما السماعة، ربما يكون الصوت أفضل مباشرة عبر الهاتف أو عبر جهاز الكمبيوتر لكي أستطيع أن أسمعك بشكل جيد، لأن الصوت لا يصل بشكل جيد. إذن مشاهدينا الكرام، الحقيقة هي على ما يبدو استنفار في باكستان، الحقيقة على مستوى العلماء، على مستوى المفكرين، على مستوى المدارس الدينية المختلفة، حتى الحقيقة على مستوى الحكومة وعلى مستوى الاقتصاديين والممولين الكبار. هناك حدثت هذه الندوة للتأكيد على رفض التعامل بالربا في البنوك، لكن الحقيقة البنك المركزي التقليدي هو بنك ربا. وهنا أعود للسيد إبراهيم الطوخي. سيد الطوخي، هل تسمعني الآن؟ هل السيد الطوخي جاهز معنا؟ نعم. فنعم. تفضل أخي طوخي، تفضل. بأن هناك المحكمة العالية الشرعية الفيدرالية في باكستان كذلك هي
قد قررت. نعم نعم، فقد قررت بأن النظام مع الأسف صوت الصوت يصل. يتقطع سيد إبراهيم الطوخي. إذا مشاهدينا الكرام، كما ذكرت هذه الندوة تأتي امتدادا للجهود التشريعية التاريخية الطويلة في هذا الصدد ولتقييمها وتقديم مسيرة إلغاء النظام الربوي إلى الأمام بخطى واثقة وحثيثة. ربما تهيئ هذه الندوة ربما منصة للتعاون بين علماء الاقتصاد الإسلامي وبين الجهات الحكومية والقانونية لاتخاذ إجراءات فورية حاسمة للقضاء على الربا وللضغط على البنوك الربوية التقليدية التي تعيق بشكل أو بآخر مسيرة التطبيق العملي لهذا القرار، ولسد منافذ تأجيلي وطيه في ملف النسيان تجنبا من تكرار التجارب السابقة المريرة. وعلى مدار عقود الحقيقة يحاول الشعب الباكستاني أن يكون هناك حكم بإلغاء التعامل بالربا وصدر من المحكمة. إذا عاد إلينا السيد إبراهيم الطوخي. سيد إبراهيم هل تسمعني؟ نعم الصوت واضح. أيوة الآن الآن أسمعك بشكل جيد سيد إبراهيم. ما هي القرارات التي تم تقديمها من أعضاء الندوة إلى الحكومة الباكستانية؟ نعم، ففي نهاية هذه الندوة قد قدم المفتي تقي العثماني شيخ الإسلام والمسلمين، فقد قدم هناك القرارات من قبل المجلس وكذلك من قبل العلماء والمشاركين في الندوة. فالقرار الأول قال المفتي تقي العثماني من قبل جميع العلماء والمشاركين وكذلك الاقتصاديين في هذا المجلس في هذه الندوة، قال بأن هناك القرار من قبل الوزارة المالية الباكستانية ومن قبل إسهاد دار الذي قد قال بأننا سوف ننظف النظام الاقتصادي الباكستاني من النظام الربوي وسوف يكون هذا النظام البنوكية تكون لا ربوية. فقال التقي العثماني من قبل العلماء والمشاركين بأننا نرحب بهذا. هذا هو القرار الأول. ثم القرار الثاني قال بأن هناك الاستئناف ضد القرار الذي أصدره المحكمة العليا الشرعية الفيدرالية في رمضان. فهناك بنوك أربعة في باكستان، هي هناك بنكان من الحكومة الباكستانية وكذلك البنكان كانت هي خارجية ما كانت تتعلق بالحكومة. فقد قال إسحاق دار الوزير للأمور المالية الباكستانية بأن هناك بأن البنكين الحكوميين سوف يخرجان هذا الاستئناف وكذلك سوف يكون هذا الاستئناف خارج من قبل هذين البنكين. فقد قدم المفتي تقي العثماني القرار بأن البنوك التي هي لم تستخرج حتى الآن الاستئنافات، فنحن نطلب من تلك البنوك كذلك بأن تخرج الاستئنافات بشأن البنوكية اللاربوية، وإلا فسوف نقطع ونري ونعلن ونقدم الإعلان إلى الشعب الباكستاني بأن يقطع المقاطعة عن هذه البنوك. هذا هو القرار الثاني. ثم القرار الثالث قدم العلماء وكذلك المشاركين إلى الوزارة مالية وزارة الأمور المالية بأن يفعلوا وينجزوا أعمال. الأول بأن يقوموا هناك قسم خاص يقدم العمليات بشأن البنكية البنوكية اللاربوية، بأن تكون هناك قسم وجناح خاص ذاك يعمل لنشر البنوكية اللاربوية في باكستان. والثاني هناك في باكستان عدة أقاليم وكذلك عدة بنوك هي تحظر الربا، فقد قدم هنا القرار بأي ينشر وبأي يكون هذا القانون والنظام رائد في جميع بنوك. لكن باكستان سيد إبراهيم، نعم سيد إبراهيم، ما هي الآليات التي يمكن
من خلالها، ما هي الآليات التي يمكن من خلالها الضغط على البنوك الربوية التقليدية لتغيير هذا المسار الربوي والتحول إلى المسار الإسلامي؟ نعم، هذا هناك البنوكية الإسلامية، فهناك الخطة للبنوكية الإسلامية قد دونت من قبل 40 أو 50 سنة، فهذه الخطة هي تعمل في الدول الخليجية وكذلك في الدول العربية وكذلك في البنوك الإسلامية في باكستان كذلك. فخطة وكذلك الأمور البديل لهذا النظام للمصرفية البنوكية إلى البنوكية اللاربوية موجود. فهناك الأمر المهم الذي لابد من أن يتبادر ويتوجه إليه كل واحد، بأن الإسلام وكذلك الشريعة هي تحل البيع، وقد قال الله تعالى كذلك: أحل الله البيع وحرم الربا، فأصل الشيء هو البيع. فكذلك البنوكية الإسلامية هي تقدم إليهم بأن يكون البيع سائدا ورائجا ومنشورا فيما بين البنوك وكذلك فيما بين البنك والشعب، وأن يكون الربح على الفلوس فقط غير مسموع، وأن يكون الربح والكسب عن طريق البيع وكذلك عن طريق بديل الأشياء وكذلك السلع والأمتعة. فهذا هو الطريق الصائد وهذه هي الخطة. ثم هناك عندنا المرابحة، ثم كذلك عندنا في البنوكية اللاربوية عندنا المضاربة، وكذلك عندنا الإجارة والمشاركة وكذلك المشاركة المتناقصة، وكذلك هذا هو البديل، وكذلك هذا وهذه هي الخطة. والخطة المفصلة كذلك مقدمة إلى البنوك، والبنوك الإسلامية هي تعمل في باكستان حول تلك الخطة، وليس هنا أي هناك سد وليس هنا. لكن هل يوجد ضغوط أجنبية سيد إبراهيم الطوخي؟ هل يوجد ضغوط أجنبية فيما يتعلق بهذا النظام حتى لا يتحول من نظام ربوي إلى نظام إسلامي اقتصادي في باكستان؟ سؤالك سؤال مهم جدا. ففيما ننظر هناك إلى الواجهة، ففي الواجهة ليس هناك عندنا أمامنا في الواجهة هناك أي هناك ضد، وليس هناك أي جماعة أو حزب هي تخالف هذا، وليس عندنا أي هناك لوبيا ضد هذا النظام. لكن التأخير حول نشر هذا النظام وكذلك التأخير في رواج هذا النظام، هذا قد يدلنا على أن ولا وراء هذه البنوكية اللاربوية أو النظام الإسلامي حول الاقتصاد، وراء هذا هناك جماعات أو هناك طاقة كبيرة، هناك قوة كبيرة هي تعمل. فهذا التأخير الذي لا يسمح الشعب الباكستاني أيضا وحتى التجار هناك المتمولين في باكستان، العلماء من جميع الأطياف من جميع المدارس الفكرية، وحتى هناك بنفسه إسحاق دار وزير الأمور والمعاملات المالية هو بنفسه قد شارك هذه الندوة. فالشعب الباكستاني والوزير للأمور المالية وكذلك العلماء من جميع الأطياف والمدارس الفكرية وكذلك الاقتصاديين جميعهم قد اتفقوا على هذا النظام، على النظام اللاربوي، على النظام الإسلامي الاقتصادي. مع ذلك هذا يكون متأخر جدا، فهذا قد يدلنا على أن وراء هذا هناك قوة أجنبية أو قوة ليست مسلمة أو قوة ضد المسلمين تعمل وراء هذا، والله أعلم. نعم، وصلت هذه الفكرة، أشكرك شكرا جزيلا على هذه الإيضاحات والإفادات سيد محمد إبراهيم الطوخي الكاتب الباكستاني، كنت معي في هذه الحلقة من برنامج مسلمون حول العالم. مشاهدينا الكرام، نتوقف عند فاصل قصير، نعود بعده لاستكمال حلقتنا حول الإضرابات العامة ضد النظام الإيراني واستعادة ذكريات إسقاط الشاه، فابقوا معنا.